قبرص اعلنت اعلان رائع جدا مبهج، يعني قالوا انه وزير خارجيه قبرص اللي كان في مصر اتقابل مع السيد سامح شكري واتقابل مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيقول انه في طلب هيتم تقديمه من الاتحاد الاوروبي للدخول والحصول على عضويه منتدى غاز المتوسط. اهو انتوا عارفين دي معناها ايه؟ دي معناها كبير. منتدى غاز المتوسط اللي مصر فكرت فيه واصبحت هي دوله المقر، اقدر اجمع فيه كل دول حوض شرق المتوسط اللي عندهم غاز يتحركوا في منظمه على غرار اوبك بتاعت البترول، ده عمل لم ياخذ حقه مننا في التحليل والقراءه والاستنتاج والتداعيات. انا بقول من اهم انجازات مصر خلال السنوات السبع هو منتدى غاز المتوسط اللي الاتحاد الاوروبي بيقدم طلب من فضلكم عايز ابقى عضو، وهيتم الموافقه عليه في اجتماع استثنائي. ده خبر من الاخبار المهمه جدا اللي بقول وبشر الناس بيها النهارده، اللي بيدل على نجاح مصر في احتضان هذا المنتدى بل وتحويل مصر الى مركز اقليمي للطاقه. انا فاكر بس لما الرئيس قال يا جماعه احنا في موضوع الغاز جبنا جون، ولا كان حد فاهم ولا حد عارف قدر الجون. احنا قعدنا يعني احنا جبنا جون، والله جبنا جون، والله جبنا اجوان، ترسيم الحدود والاكتشافات وحقل زهر والحقول اللي جايه ومنتدى غاز المتوسط، وكله جاي يسحف، كله جاي يلحق. والنبي يا مصر، هو تركيا جت ببلاش؟ هي رجعت تركيا ببلاش؟ كل الكلام اللي كان بيتقال رجعت تركيا، رجعت قطر، رجعت اسرائيل، رجعت غزه، رجعت حماس، رجع بايدن، هو رجع لك ليه؟ لانك انت راسخ في مكانك. طب تعالى افكركم بس بالرئيس لما قال احنا جبنا جون، عشان افكركم عشان ما تنسوش. ده احنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وانا مش بقول كلام ارجو انه يصل لكم، لا احنا جبنا جون. احنا جبنا جون يا مصريين في الموضوع دوت، مش كده ولا ايه؟ النهارده مصر بفضل الله حطت رجليها على ان هي تبقى المركز الاقليمي اللي احنا بنتكلم عليه واللي كنا بنحلم فيه بقى 4 سنين، بحلم بالحكايه دي ان احنا يبقى مركز اقليمي للطاقة في المنطقة بتاعتنا.